حلقة اليوم حنقيم فيها أغلب أو كل منتجات البروتين الموجودة في السوبر ماركت، سواء حليب، لبن يوناني شراب، ولبن يوناني العادي. لو ما أنت مشترك في القناة سوي سبسكرايب، سوي لايك، ولو تبغاني أساعدك في التمارين والتغذية أدخل على موقع anmarfit.com، اختار البرنامج اللي تبغاه والاشتراك جدا بسيط، حكون معاك خطوة بخطوة في التمارين، كل التمارين بالفيديو مصورة، نظام الغذائي وكل حاجة تحتاجها، والاشتراك مرة واحدة اشتراك مدى الحياة 379 ريال. ودحين خلونا نبدأ فيديو اليوم. كل المنتجات الموجودة هنا منتجات صحية غنية بالبروتين، سعراتها قليل، وهي خيارات صحية من الشركات اللي بتسويها، سواء مراعي، ندى، نادك، صافي وإلى آخره، وموجودة في أغلب السوبر ماركتات والبقايا، فهي ما هي منتجات مستوردة، هي منتجات سعودية. فالآن حجربها، بس كل واحد حقول فيه كم جرام بروتين وحذوقه وأقول لكم لذيذ ولا لا وكم تقييمي لي. وإذا أنتوا جربتوا هذه الأشياء برضو اكتبوا لي إيش أكثر منتج عجبكم وحسيت إنه كويس، عشان الناس كمان تقرأ الكومنتات وتستفيد. يلا خلونا نبدأ. أول حاجة منتج بروتين شراب من شركة المراعي، فيه 34 جرام بروتين، وعشان هذا موجود لازم نجيب منافسه من شركة ندى 27 جرام بروتين. ليه كمية البروتين هنا أعلى؟ ببساطة إنه حجم العلبة أكثر، فحتشرب كمية أكثر، سعرات أكثر، بروتين أكثر. يلا نبدأ بسم الله بالمراعي. أول مرة أذوق الصراحة نكهة الشوكليت في الاثنين، ما عمري ذقتها تماما، لازم أذوق الاثنين عشان أقدر أقيم، عشان أعرف كيف الطعم المفروض يكون أصلا. مرة قريب الطعم، قريب من بعض، هذا صراحة أفضل، هذا أعطيه 7.5، المراعي 7. بعدها عشان يكون في تغيير حنجرب لبن، لبن يوناني شراب 27 جرام من شركة ندى، نكهة التوت، توت ايوه، توت الأسود وتوت العلاق. صراحة ما في حاجة تانية تمشي معاه، فحندوق لوحده. هذا دكتور قبل كده الصراحة، اوه لذيذ والله، لذيذ مرة، 27 جرام بروتين، هذا أعطيه 9/10. بعدها عندنا منتج من شركة الصافي بنكهة الفانيلا، مادام في فانيلا هنا كمان عندنا من المراعي فانيلا، ولكن هنا مو 50 جرام بروتين، ركزوا مكتوب 50% بروتين أكثر، فيعتبر البروتين فيه ما هو مرة كثير أتوقع، 15 جرام بروتين في العلبة كاملة، هنا 34 جرام، دبل البروتين، فغالبا حيكون اللي فيه بروتين أقل طعمه أفضل، ولكن حنجرب. اوه في كمان هنا بالشوكولاتة، معلش دقيقة، أول شيء حنقيمه بالشوكولاتة. بروتين صافي شوكولاتة، عشان قبل شوية كان في شوية، 2 شوكولاتة، واحد أخذ 7، واحد 7.5. زيهم. 7.2 بين الاثنين نخليه. طيب، عندنا 2 بنكهة الفانيلا، نبدأ أول شيء بالمراعي، بس صراحة كمية البروتين فيه تستاهل، يعني حتى لو تقيمه 7، 7.5 يستاهل تشرب. كمية عالية 34 جرام. ما عجبني، الفانيلا مرة ما عجبني. الصافي أفضل، المراعي يعطيه 6، الصافي يعطيه 7.5. بعدها عندنا منتجات بنكهة الفراولة، حليب شركتين دي ضد بعض، الندى والمراعي، حليب البروتين 27 برضو، وحليب الفراولة فراولة وموز، هذا بس فراولة، فراولة ضد فراولة وموز، 34/27. نبدأ هذه المرة بندى، أول مرة أذوقه في حياتي. أنا صراحة كإنسان يعني ما أحب حليب الفراولة إن جنرال، من وأنا صغير ما هو خيار مفضل عندي، ندى أحسن لكن ما هو التوب عندي، عشان أنا ما أحب الفراولة، مو هو مو سيء. هذا أعطيه 6، هذا أعطيه 5. اليوم يا جماعة متخيلين كمية البروتين اللي حاكلها أو حشربها، يعني دحين كل واحد أخذت منها رشفة، أنا في النهاية كذا كأني أخذت 100 جرام بروتين ممكن. طيب عندنا لبن يوناني من شركة ندى، نكهة الرمان ونكهة المانجا، ولا واحد عمري دقته في حياتي. اوه مرة غريب الطعم، والله طعم رمان من جد، ما عمري دقت هذه الأشياء، أنا ما من وأنا صغير ما أحب أذوق الأشياء هذه تماما، يعني ما عمري رحت السوبر ماركت وأنا صغير، أخذت حليب فراولة، حليب مانجا، تماما، أخذ حليب سادة كذا، سادة أو شوكولاتة بس. المانجا سيء صراحة، المانجا سيء، أعطيه 4. الرمان لذيذ وغريب، هو غريب أكثر من لذيذ، 7. الرومان 7، المانجا 4. بعدها والله باقي مشروبين عندنا، بعدها ندخل على الزبادي. في عندنا شوكولاتة بالحليب من شركة نادك 15 جرام بروتين، أول منتج من نادك ده،
من المشروبات، وحليب بالتمر من ندى. والله حليب بالتمر شكله جديد مرة غريب، بس على فكرة حليب بالتمر ترى سعراته أعلى من البقية لأنه التمر فيه سكر. طعم 8/10. حليب شوكولاتة نادك لذيذ كأنه نسكويك، مرة خفيف لأنه البروتين فيه مو مرة عالي، كويس 15 جرام وخالي الدسم. أعطيه 8/10، الاثنين دول 8. الآن حنجرب لبن زبادي يوناني، نكهة جديدة. أول نكهة حنبدأ بيها زبادي يوناني من شركة ندى، نكهة سولتد كراميل، كراميل مملح، 11 جرام بروتين. هذه النكهة جديدة ما أتوقع فيها أحد داقها أصلا. بسم الله. صراحة ما في طعم، لذيذ 7/10، بس ما في طعم الكراميل صراحة مرة خفيف، ما نعرف هو خفيف ولا من كثر النكهات اللي شربتها فالتذوق عندي راح شوي. اللي بعده شركة الصافي زبادي يوناني بنكهة التوت المشكل. خلينا نشوف إذا هو أوكي. هنا في عندنا كمان من ندى، فمدام في توت جرب الاثنين، ندى ونادك. ندى 11 جرام بروتين والصافي 6 جرام بس، صراحة شركة الصافي قليلة الكمية، لازم تزودوها. واو صراحة، بس لا شكل شوف كيف رهيب، أشكال حلوة. خلينا نشوف ده، مختلف اللون، مختلف والقوام مختلفة. هنا شوية كده غامق، هنا شوية أفتح. طيب حنبدأ بالصافي. بسم الله. في حبيبات توت جوا، ما نعرف قرر صراحة. يا الصافي أطعم صراحة، ولكن الكمية فيه أقل فهذه المشكلة، ولكن الصافي أطعم. 8/10، هنا 7/10، الفرق مو مرة. بعدها عندنا منتجين فراولة، زبادي يوناني فراولة من شركة نادك ومن شركة المراعي. نادك تقريبا 8 جرام بروتين، المراعي 9 جرام، فرق تقريبا جرام واحد. المراعي شوية كده كثافة البروتين أقل، تقيل يعني شوية. وهنا اللون والله مختلف، شوف الألوان كيف الفرق. طيب نادك ولا المراعي؟ بسم الله نبدأ بالمراعي. مرة اختلاف كبير، يعني الاثنين فراولة اثنين زبادي يوناني، الطعم مختلف مرة، كأنك تأكل حاجة مختلفة، قوام مختلف، النكهة مختلفة، كلها طعمة والله. هنا حسيت طعم البروتين أكتر، فحختار من شركة نادك زبادي يوناني هو أفضل. أعطيه والله 9/7.5. بعدها عندنا منتجين مانجا، زبادي يوناني مانجا من شركة نادك والمراعي. تنافس في الفراولة فاز نادك، خلينا نشوف المراعي. الفرق دقيقة، هذا مانجا مع مشمش، هذا بس مانجا، وهذا لو فات وهذا فول فات، بس كلها يعني منتجات كويسة. وهذا لونه أصفر عشان مشمش، شوفوا المانجا، اختلاف في الألوان كبير جدا، هنا غامق شوية هنا كده على فاقع. مانجا جدا جدا سيء، مستحيل أكله صراحة. المانجا مع المشمش، لا أحد يسوي زبادي مع مانجا، الاثنين سيئين. اقيمهم صراحة 3 والله، يعني اكله لو انا مرة جيعان ما عندي اكل في البيت والله حاكل ده، بس كذا ممكن اخذ توست اغمس ما اعرف، بس سيء سيء جدا، 3/10 ما ياخذ اكثر. كان في عندنا منتج توت ولكن مدوب انتبهت لي، من شركة نادك. احنا جربنا المراعي والصافي، احنا جربنا نادك والصافي، والصافي كان افضل وديته 9/10. هل نادك حيكون بنفس المستوى او افضل ولا لا؟ كويس بين الاثنين ادي 8، بس الصافي افضل منه صراحه. لا والله ادي 7.5، صافي افضل بكثير مو شويه. المنتج الاخير منتج جديد من شركه ندى، زبادي يوناني مع العسل الطبيعي. تحمست لما شفته في السوبر ماركت، والله سووا سولتد كراميل وعسل، كلها نكهات جديده. لونه عادي زبادي، ما في اي لون صراحه، كانه ساده. أعطيه 5/10، طعم العسل مو موجود ولا حاسس بيه تماما. وبكذا تكون انتهت حلقة اليوم. أكثر 3 منتجات عجبتني الصراحة، لبن يوناني شراب من ندى، نكهة التوت الأسود والتوت العليق، وحليب بالتمر من ندى برضو، ومن شركة الصافي التوت المشكل. هدول أفضل 3 عجبوني. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، لو عجبتك الحلقة سوي لايك، ولو تبغوا أفكار تانية أقيم منتجات تانية اكتبوا لي برضو تحت في الكومنت. وفي بالي صراحة إني أبدأ أقيم
اكلات من مطاعم صحيه من مطاعم، فاعطوني رايكم اذا عجبتكم. سويناها زمان بس في الحين في مطاعم جديده واصناف جديده، فاكتبوا لي اذا تبغوا هذه الفكره واذا في افكار ثانيه في بالكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، وابغاكم برضو تكتبوا لي ايش المنتجات اللي عجبتكم. لا تنسوا تتابعوني على حساباتي في سناب شات والانستغرام وتيك توك، وكمان ثريد سويت حساب في ثريد، كل الحسابات نفس الاسم انمار فيت. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.